منع الأهلي بني غازي ضيفه الأهلي طرابلس من تحقيق فوزه الأول في مسابقة دوري التتويج الليبي لكرة القدم بعد أن فرض عليه التعادل بهدف لمثله ضمن مباراتي الجولة الثالثة والتي جرت على أرضية ملعب شهداء بنين بمدينة بني غازي، حيث بكر الضيوف بالتسجيل عند الدقيقة 12 عبر مهاجمهم أنيس السلتو، بينما عدل جبريل البقرماوي النتيجة بحلول الدقيقة 41. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي بني غازي إلى النقطة الرابعة محتلا مركز الوصافة، فيما بقي أهلي طرابلس ثالثا برصيد 3 نقاط. هذا وخطف فريق نادي الاتحاد تعادلا ثمينا بهدفين لمثلهما من ضيفه النصر في ثالث جولات دوري التتويج الليبي لكرة القدم، حيث بادر الضيوف بفتح باب التسجيل عند الدقيقة 5 عبر مهاجمهم المتألق سالم المسلاتي الملقب بروما، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من زمن الشوط الأول، لكن الاتحاد تمكن من تقليص الفارق ومن ثم تعديل النتيجة عبر كل من مهاجمه أحمد الزوي ومدافعه أحمد التربي في الدقيقتين 52 و90 على التوالي. في قاعة المرج الجديدة يخوض اليوم فريقا الأخضر وغاريونس مباراتهما المؤجلة والحاسمة لتحديد هوية المتأهل إلى ربع النهائي ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة اليد فرع المنطقة الثانية. يذكر أن المباراة توقفت في ظروف غامضة قبل أن تعلن لجنة المسابقات عن إلغائها وإعادتها مجددا هذه الليلة بإشراف الحكمين الصيد وإسماعيل حبلوس. فاز فريق نادي الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب شركة فوتسال بوتيكا الكويتي في أولى مبارياته بدورة الروضان الكويتية لكرة القدم الخماسية. أحرز أهداف اللقاء كل من أدهم التوني وعبد الحميد وحيدة وعلي مصباح على التوالي للاتحاد، فيما سجل هدف فوتسال الوحيد عبد الله سعد. هذا وفاز ممثل ليبيا الآخر أهلي طرابلس أيضا على شركة سدن الإقليمية بهدف وحيد سجله لاعبه فتح الخوجة. يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم لتجديد عقد مدرب منتخبه الأول لكرة القدم الأرجنتيني هكتور كوبر إلى ما بعد نهائيات مونديال روسيا، حيث أجرى رئيس الاتحاد هاني بوريدا تصويتا لأعضاء مجلس إدارته بالخصوص أسفر عن موافقتهم على التمديد باستثناء 3 أعضاء وهم مجدي عبد الغني وحازم إمام وخالد لطيف. يذكر أن عقد التجديد المقترح يتضمن زيادة راتب المدرب من 90,000 إلى 150,000 دولار شهريا. أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألمانية عن تعاقده رسميا مع المدرب السويسري لوسيان فافغ للموسمين المقبلين قادما من نادي نيس الفرنسي. وقال المدير الرياضي للنادي ميشيل زورك أن التعاقد مع مدرب بهذا المستوى يعتبر الجزء الأهم من خطة النادي هذا الصيف. من جانبه أعرب فافغ عن سعادته الكاملة بتوليه لهذه المهمة.